بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أبو عمار، لا اسمه ياسر ولا عنده ابن اسمه عمار. اتولد ياسر عرفات واسمه الحقيقي محمد عبد الرحمن ابن عبد الرؤوف ابن عرفات القدوة الحسيني. اسمه الأول محمد عبد الرحمن وهو اسم مركب، اسم والده عبد الرؤوف وجده عرفات، أما القدوة فهو اسم العائلة. نشأ في القاهرة واختار أبو عمار كاسم حركة له، سمى نفسه باسم ياسر عرفات. ليه اختار ياسر عرفات؟ ياسر على اسم الصحابي الجليل عمار بن ياسر، وعرفات نسبة لجبل عرفات ورمزيته عند المسلمين. محمد عبد الرحمن اتولد لأسرة فلسطينية، كانت جدته مصرية وأبوه كان شغال في تجارة الأقمشة في حي السكاكيني بالقاهرة. والدته كان اسمها زهوة أبو السعود، توفيت لما كان عمره 4 سنوات بسبب قصور كلوي. على مدى سنوات طويلة رفض ياسر عرفات الزواج، وكان مكرس كل وقته وجهده للثورة الفلسطينية وهمومها. يقال عنه أنه كان بينام بجواربه، يعني بشرباته، ده دليل على استعداده الدائم للنضال. على الرغم من كده تزوج ياسر عرفات عام 1990 بسكرتيرة مكتبه السيدة سهى الطويل، اللي أصبح اسمها بعد ذلك سهى عرفات، وهي سيدة مسيحية من آل الطويل، واعتنقت الإسلام بعد زواجها منه. كان عمره حينئذ 61 عاما وكان عمرها 27 عاما، وأنجبوا سنة 1995 بنتهم الوحيدة زهوة، وسماها على اسم والدته المتوفي. توفى ياسر عرفات في 11 نوفمبر سنة 2004 في كلامار الفرنسية، وتحديدا في مستشفى بيرسي العسكري بباريس، عن عمر تجاوز 75 عاما. والأطباء قالوا وقتها أن سبب الوفاة هو تليف الكبد وجلطة ناجمة عن اضطراب في الدم. رفضت سهى عرفات تشريح جثة زوجها، لكن بعد كده وافقت على استخراج الجثة لتشريحها لبيان سبب الوفاة، واستخرجت رفات عرفات من قبره في رام الله في نوفمبر 2012، وأعيد دفنها في اليوم ذاته بعد استخلاص عينات. وفي سنة 2013 أفاد تقرير الخبراء بالطب الشرعي في سويسرا بأن الزعيم الفلسطيني الراحل ربما مات مسموم بمادة البولونيوم المشع بعد ما عثروا على معدلات مرتفعة بصورة غير متوقعة من البولونيوم المشع، مما يؤيد نظرية انه مات مسموم. وقتها صرحت سهى عرفات ارملة الزعيم الفلسطيني الراحل ان نتائج التقرير كشفت جريمة حقيقية، وهي جريمة اغتيال سياسي، والتقرير السويسري اكد كافة الشكوك. لقد ثبت علميا انه لم يتوفى طبيعيا، وقالت لدينا دليل علمي ان هذا الرجل قتل. البولونيوم 210 مادة فائقة الاشعاع، وتوجد بمستويات منخفضة في اغذية، ويولدها الجسم بصورة طبيعية، لكن الجرعات الكبيرة من هذه المادة بوسعها أن تكون قاتلة. بينما صرح فريق روسي أخضع العينة للتحليل، لا توجد شبهة في سم الرئيس الراحل، والأزمة هي طول مدة الدفن التي بلغت 8 سنوات والتي لا تسمح بإعطاء نتائج دقيقة. سهى عرفات أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد وفاة زوجها عاشت فترة في تونس التي أعطتها جنسيتها، ثم عادت وسحبتها منها عام 2007، حيث نشبت خلافات بين سهى عرفات وبين السيدة الأولى سابقا ليلى الطرابلسي. سعيش حاليا سهى عرفات مع ابنتها في مالطا، حيث يمثل شقيقها السلطة الفلسطينية هناك. وكان الخبر الأشهر في فترة إقامتها في تونس هو زواجها من بالحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي، زوجة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلا أنها نفت هذا الخبر وأعلنت أنها إشاعة. لما رحل الرئيس ياسر عرفات كانت زهوة في 9 من عمرها، حصلت على درجة الماجستير في العلوم السياسية. بين الحين والآخر بنقرأ إن ثروة زهوة ياسر عرفات تصل لـ8 مليار دولار، وأعتقد إن الرقم ده رقم كبير جدا ومبالغ فيه، ولم نتأكد من تلك الإشاعة. وأسرتها صرحت بإن زهوة بتشتغل لدى السلطة الفلسطينية بعد تخرجها، وبينفق على تعليمها من مكرمات محبي ومريدي ياسر عرفات. صدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار بعدم قبول طلب أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وابنته اللتين لجأتا إلى هذه الهيئة القضائية، بعدما رد القضاء الفرنسي دعوى بقتل الرئيس الفلسطيني الذي توفي عام 2004. تتعلق القضية بدعوى اغتيال مرفوعة ضد مجهول من قبل السيدتين. وبعد وفاة عرفات في 11 نوفمبر تشرين الثاني عام 2004 في مستشفى بيرسي العسكري في كلامار بالقرب
بالقرب من باريس، وفي نهاية أكتوبر تشرين الأول من ذلك العام أدخل الزعيم الفلسطيني إلى هذا المستشفى بسبب ألام في البطن شعر بها في مقره في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، حيث كان محتجزا ومحاصرا من قبل الجيش الإسرائيلي منذ ديسمبر كانون الأول 2001، فيما انتشرت على الفور أنباء عن تسميمه من قبل إسرائيل، ولم يكشف عن أسباب وفاته، لكن تم العثور على أثار لمادة البولونيوم 210 المشعة والعالية السمية على أغراض شخصية له، وسبق الخبراء تم تعيينهم من قبل القضاء الفرنسيين أن رفضوا فرضية التسميم مرتين، وقالوا إن وجود غاز الرادون المشع الطبيعي في البيئة الخارجية يمكن أن يسفر عن وجود هذه الكميات الكبيرة من البولونيوم، كما رأى خبراء سويسريون تعانت بهم أرملة عرفات إن نتائجهم تدعم منطقية فرضية التسمم بالبولونيوم. في غضون ذلك أفادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تقريرا إضافيا لخبراء أمر به قضاة التحقيق قد أكد نتائج التقرير الفرنسي، وقالت المحكمة الأوروبية إن طلبات المدعيتين رفض بقرارات معللة وتم فحصها على النحو الواجب من قبل القضاء الفرنسيين، ولفتت إلى أنه لا يبدو أن القضاء الفرنسي قد توصل إلى استنتاجات تعسفية للوقائع أو أنه قد يكون تجاوز حدود التفسير المعقول للإجراءات ولنصوص قابلة للتطبيق. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم محمد زكي.